هلو، تعمل كده سبسكرايب لمين او عامل فولو لمين؟ انا عامله فولو او عامله سبسكرايب لكل الناس بتوع الكيتو كوميونتي وكل الناس بتوع الكيتو دايت والانترميتنت فاستنج دايت والكلام ده كله. في يوم كده صحيت لقيت نوتيفيكيشنز ان كل الناس اللي انا عامله لها تقريبا فولو، كل الناس اللي انا عامله لها سبسكرايب عاملين فيديوز على الاريثريتول. في ايه اللي حصل؟ في دراسه جديده اتعملت بتربط ايه الاريثريتول اللي هو محلى صناعي او من المحليات من بدائل السكر بامراض القلب. صحيت بقى لقيت مايك ماتسون هاي انتنسيتي هيلث عامل فيديو عن الموضوع، دكتور كامباري، ماريا امرش، كتير قوي قوي قوي، ناس كتيره قوي عامله فيديو على نفس الموضوع علشان نتكلم في الدراسه اللي اتعملت جديده دي اللي بتربط علاقه بين المحليات الصناعيه وبدائل السكر وامراض القلب. في ناس كتير قوي مشكلتها اصلا الاساسيه علشان تعمل دايت انها بتحب السكريات وانها ما تقدرش تستغنى عن السكريات، وحتى الاكلات اللي مش سكريات، الاكل بقى السويت اند ساور والحاجات اللي حتى الحادقه اللي بيتحط فيها حته سويت تخلي طعمها حلو، الهاني ماسترد، الحاجات دي كلها. فعلشان كده بناخد محليات صناعيه او بدايل للسكر. طيب في ناس برضو كتير جدا بتخاف منها وتقولي طب ما يمكن دي كمان مضره، طب ينفع اديها لطفل، طب عادي اديها المراهقين، ولا دي خطر على الصحه، ولا الكلام ده كله. طيب خلونا نشوف الدراسه دي اصلا بتقول ايه. الدراسة دي بتقول وعنوانها كده بيقول ان في اسوشيشن، في علاقة بين ارتفاع الاريثريتول في الدم وبين انتشار امراض القلب. يعني الناس الاريثريتول عندها عالي بيجي لها امراض قلب، او الناس اللي عندها امراض قلب غالبا الاريثريتول في الدم عندها عالي. ايه الاريثريتول ده؟ حاجة من المحليات الصناعية. في ايرورز كتيره جدا في الدراسه دي الحقيقه، في غلطات كتيره جدا في الدراسه دي الحقيقه. اولا ان مش لازم الاريثريتول يعلى في الدم من اكل الاريثريتول، يعني ممكن الاريثريتول يعلى في الدم من اسباب تانية غير ان انا باكل اريثريتول اصلا. احنا جسمنا بيصنع اريثريتول، جسمنا بيصنع اريثريتول من ايه يا جماعه؟ من جلوكوز. جسمنا بيصنع اريثريتول، ده من ضمن الحاجات اللي جسمنا بيعملها لما بيخش له جلوكوز كتير قوي. يعني ايه جلوكوز بالمناسبه؟ يعني نشويات، مش يعني سكر، السكر اسمه سكروز، جلوكوز يعني نشويات، يعني رز وعيش ومكرونه والحاجات دي كلها. من ضمن الحاجات اللي جسمي بيعملها في الجلوكوز انه بيحوله الاريثريتول عن طريق باسوي اسمه البي بي بي، بنتوز فوسفيت باسوي. طيب يعني انا اصلا الدراسه دي اثبتت ان لما حد بيبقى الاريثريتول في الدم بتاعه عالي ده بيخليه عرضه اكتر لان يجيله امراض قلب. بس مش معنى ان حد الاريثريتول في الدم بتاعه عالي ان ده حصل بسبب انه بياخد اريثريتول كتير اطلاقا. اولا تعرف كم حد بياخد اريثريتول؟ انا اكشوالي يعني ممكن اتوقع ان معظم الناس بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي ما تعرفش الاريثريتول اصلا. هو معظم الناس اصلا بتاخد ايه؟ محليات اريثريتول؟ لا، معظم الناس بتاخد اسبرتام وسكرالوز. شوف ايه المحلى اللي عندكم في البيت، او شوف ايه المحلى اللي في الكافيه اللي انت بتروحه على طول، او في المطعم اللي بتروحه على طول، هتلاقيه بينك يا يصفر، دول الاسبرتام والسكرالوز. دي محليات صناعيه، فعلا محليات صناعيه. صناعيه يعني حاجه ارتفيشال، يعني حاجه مان ميد، يعني حاجه الانسان اللي عملها. اصلا بقى الاريثريتول والستيفيا والمونك فروت والاليلوز اللي هم الاربعه اللي انا بنصح بيهم دي اصلا مش محليات صناعيه، دي معموله من مصدر نباتي زيها زي مين؟ زي السكر اللي جاي من قصب السكر. دي اصلا ما ينفعش يتقال عليها ارتفيشال سويتنرز، محليات صناعيه. طيب الدراسه دي عملت رعب كده لان بدانا بقى نحس انه ده حتى بدايل السكر هتكون مؤذيه. اكشولي لو ركزت هتلاقي ان الدراسه اثبتت عكس اللي هي عايزه تثبته. انا ما اعرفش مين اللي عمل الدراسه دي، انا ما اعرفش تحديدا ايه الهدف يعني من وراها، بس خلينا نقول ان فعلا كان الهدف ان انا اثبت يا ترى المحليات الصناعيه خطر ولا لا، مع اني يعني اشك ان ده كان هدف الدراسه، بس خلينا نقول ان ده كان هدف الدراسه. الدراسه اثبتت حاجه عكس اللي هي عايزه تثبتها. الناس اللي الاريثريتول في الدم بتاعها عالي ده اصلا غالبا هيحصل بسبب ان هم ميتابوليكلي انهيلثي، يعني غالبا من كتر ما بياكلوا نشويات، ومن كتر ما بياكلوا طول النهار، ومن كتر ما عندهم مقاومه انسولين وسكرهم التراكمي عالي وسكرهم عالي، جسمهم اضطر يحول جزء من الجلوكوز ده لاريثريتول. فهم في الحقيقه اثبتوا عكس الدراسه بتقول انها اثبتته. هم اثبتوا في الاخر ايه؟ اللي احنا بنقوله، ان اكل النشويات طول النهار والجلوكوز طول الوقت وان سكر التراكمي يبقى عالي ده اصلا اللي هيسبب كل المشاكل الصحيه والامراض المزمنه اللي منها امراض القلب. لو شفتوا الانترفيو بتاعي مع دكتور فيليب اوفيديا، انا طول الانترفيو ده دكتور قلب امريكي، انا عملت معاه حوار وهو مترجم عربي، هحط اللينك بتاعه في الديسكربشن. طول الانترفيو قاعده بحاول اطلع منه معلومه ايه اللي بيسبب امراض القلب، ايه اللي بيسبب امراض القلب. هو طول الانترفيو قاعد يقول لي
تاني كل اللي بيسبب امراض القلب هو اللي بيسبب الميتابوليك ديزيز، يعني الحاجات اللي بتسبب مشاكل في الحرق، الحاجات اللي بتجيب سمنه ومقاومه انسولين هي اللي بتجيب امراض القلب. ده مش حاجه سبيسيفيك، يعني مش حاجه لوحدها كده هتجيلك لوحدها. غالبا تعرف حد مريض قلب ما عندوش في مشكله في السكر، تعرف حد مريض قلب ورياضي وجسمه زي الفل وما عندوش بطن، هي غالبا بتبقى حاجه على بعضها، كذا حاجه مع بعضها، عشان كده بيتقال عليه ميتابوليك سيندروم. هو ده اللي غالبا بيكون معاه، اللي هي متلازمه الحرق اللي بيكون معاه امراض القلب. طيب دي كانت بيبر كانت معموله على ناس صغيرين، يونج ادلتس، ناس سنهم صغير، وبيشوفوا العلاقه بين الاريثريتول في الدم والسكر التراكمي. يعني في ناس منهم عندهم سنترال اديبوزيتي عاليه، يعني عندهم دهون على البطن او دهون في منتصف الجسم كده اللي هي البطن عاليه، وغالبا الناس اللي عندها دهون على البطن عاليه دول هم اللي عندهم ايه، سكرهم التراكمي عالي. وفي ناس ما عندهمش دهون عاليه وسكرهم التراكمي مش عالي. لقوا ايه في الدراسه دي؟ لقوا انه الناس اللي سكر التراكمي بتاعها عالي واللي عندهم بطن عندهم ليفل عالي من الاريثريتول في الدم. يعني كل ما كان حد عنده دهون عاليه حتى لو كان سنه صغير، وكل ما كان حد سكر التراكمي عالي، كل ما جسمه اضطر يحول بعض السكر ده لاريثريتول فيبقى عالي الاريثريتول عنده في الدم. يعني غالبا الناس اللي اتعمل عليها الدراسه اللي عملت الهيصه بتاعت العلاقه بين الاريثريتول والكارديوفاسكولار ديزيز وامراض القلب، هم اصلا من كتر ما عندهم دهون ومن كتر ما بياكلوا جلوكوز اتحول بعض منه في الجسم لاريثريتول. ده ديفوج كبير قوي في الدراسه، ما ينفعش اعمل نفسي مش شايفه. لو انا فعلا عايز اشوف الاريثريتول بيعمل ده ولا لا، انا محتاجه ابص على الاريثريتول كونسامشن، استهلاك الاريثريتول. لما الناس بتاكل اريثريتول كتير بيحصل لهم ايه؟ عارفين الدراسات اللي انا دايما بحكيها لكم، لما اقول لكم جبنا مجموعتين من الناس وقسمناهم كذا وقدمناهم كذا، اسمها randomized control trials RCT. randomized control trial ده نوع من انواع الانترفنشنال ستادي، يعني اكسبيرمنتال ستادي، دراسه فيها تجربه، دراسه فيها الباحث عمل حاجه لمجموعه من الناس وشاف الحاجه دي هتعمل ايه. يعني زي ما انا دايما بقول لكم جبنا مجموعتين من الناس، مجموعه مثلا عملنا لها صيام 100 واحد عملنا له صيام و100 واحد ما عملنالوش صيام، وبصينا كده لقينا ان ال100 واحد اللي صاموا كلهم خسوا او كلهم سكرهم التراكمي اتحسن. ده اسمه ايه؟ ده راندومايز كنترول ترايل، ودي اقرب حاجه للكوزيشن، دي اقرب حاجه واحسن انواع الدراسات اللي تثبت الكوزيشن، اللي تثبت علاقه السبب والنتيجه. اللي اتعمل في الدراسه بتاعت الاريثريتول ده حاجه اسمها اوبزرفيشنال ستادي. اوبزرفيشنال ستادي يعني الباحث ما بيعملش حاجه، هو مش بيعمل انترفنشن، هو مش بيتدخل اصلا في الموضوع، هو بيبص بيشوف ده الناس دي اللي عندها امراض قلب طلع عندها الاريثريتول عالي في الدم بس كده. ده اسمه ايه؟ اوبزرفيشن، ملاحظه. احنا لاحظنا ان الناس اللي عندها كذا بيحصل كذا معاها وخلاص. ده يثبت كوزيشن، دي ابعد دراسه تثبت كوزيشن، وخصوصا انه ما عملوهاش على الكونسومشن. يعني هم حتى ما بصوش على ناس بتاكل اريثريتول كتير جالهم امراض قلب اطلاقا، بصوا على ناس الدم بتاعها فيه اريثريتول كتير عندها امراض قلب. طب ما احنا دلوقتي عرفنا ان الاريثريتول ده ممكن يعلى لاسباب تانية خالص، الاسباب اصلا اللي احنا بنقولها من الاول اللي هو ان انا طول الوقت باخد نشويات. طيب اولا كده معظم الناس ما بتاخدش اريثريتول، صح؟ معظم الناس ما تعرفش ايه الاريثريتول اصلا، حتى الناس اللي بتاخد محليات صناعيه بياخدوا سكرالوز واسبرتام، ودول مش كويسين ومصنعين وبيأثروا جدا على الجات مايكروبيوم بتاعنا اللي هي الكائنات الدقيقه اللي بتساعدنا على الهضم، ودول انا عمري ما نصحت بيهم، دايما بنصح بالاربعه اللي انا قلت عليهم. امراض القلب دي حاجه دلوقتي بقت كومن جدا، بقت منتشره جدا، صح؟ ناس كتيره جدا عندها امراض قلب. لما تكون حاجه منتشره قوي كده استحاله يكون سببها حاجه بتعملها الاقليه. يعني اصلا اللي بياخدوا محليات صناعيه اقليه، واللي بياخدوا اريثريتول اقليه جوه الاقليه. يعني لو قلنا مثلا في كام نسبه كام في الميه من الناس اللي تعرفها بياخدوا محليات صناعيه؟ قليلين قوي. طيب نسبه كام في الميه منهم بياخدوا محليات صناعيه اريثريتول؟ قليلين جدا. ده هم هتلاقي معظمهم كلهم بياخدوا ايه؟ الاسبرتام والسكرالوز، اللي هم اللي بيتحطوا على فكره في الدايت سودا، واللي بيتحطوا في الادويه والفورات والحاجات دي كلها غالبا بيبقوا اسبرتام وسكرالوز، لان ده ارخص انواع المحليات الصناعيه. ما ينفعش يبقى مرض بالانتشار ده زي امراض القلب سببه حاجه بتعملها الاقليه.
في قانون كده في الفلسفه اسمه اوكامز ريزر، لو يعني بقول الاسم صح، بيقول انه دايما السمبلست اكسبلانيشن هو الموست اكيوريت وان او الموست لايكلي تو بي ذا رايت اكسبلانيشن. يعني ايه؟ يعني غالبا لما يبقى في مشكله، لما يبقى في حاجه احنا عايزين نفسرها، غالبا التفسير البسيط ليها هو التفسير الصح. يعني الناس كلها عندها بطن، معظم الناس دلوقتي عندها كبد دهن، معظم البنات عندها تكيسات في الموبايل، معظم الناس عندها مقاومة انسولين، معظم الناس عايزة تخس ومش عارف، ناس كتيرة جدا بعد 50 و60، ارقام كبيرة جدا من الناس، نسبة كبيرة جدا من الناس بيجي لها امراض قلب وبيجي لها سكر. هل ده معناه ان حاجة complicated كده، حاجة معقدة كده، وحاجة منتشرة قوي كده، هيكون سببها ايه؟ ببساطة جدا اللي كل الناس بتعمله، حاجة بتحصل لكل الناس، حاجة بقت مشكلة عند كل الناس، هيكون سببها ايه؟ الـ simplest explanation، التفسير الأبسط، اللي هو ايه؟ انك بتاكل طول النهار، وان اكلك كله نشويات، وان اكلك كله سكر. انا قلت الكلام ده برضو في المحاضرة بتاع دكتور فيليب أوفيديو. احنا نكاد نكون مش محتاجين دراسة تقول لنا ان السكر والاكل طول النهار والنشويات الكتير والزيوت النباتيه غلط علينا، لان احنا في اخر 50 ل70 سنة كلنا عملنا كده، كل الناس عملت نفس الحاجه، وكل الناس في كل العالم جات لها نفس الامراض. هل انا محتاج دليل تاني ان السكر والاكل طول النهار بيتخني؟ هل انا محتاج دليل تاني ان اللي كل الناس عملته؟ حتى دكتور فيليب في الانترفيو قال لي ايه؟ قال لي هما دول الحاجتين اللي اتغيروا في اخر 50 و70 سنة، لا ارادة الناس اتغيرت ولا جينات الناس اتغيرت. يعني مثلا في ناس كتير قوي بتقول يا بتوع النشويات هي اللي بتقول النشويات هي اللي بتتخن، الصينيين هم بياكلوا نشويات طول اليوم وما بيتخنوش. الصينيين مش بس بياكلوا نشويات، دول اكتر ناس بتاخد زيوت نباتية، يعني بياكلوا رز بالزيت وبزيت نباتي، زيت نخيل وزيت كانولا والزيوت دي كلها. الصين دلوقتي بقى دخلت عصر السمنة، العادات الغلط تغلبت على الجينات، تغلبت على كل حاجة. فخلينا متفقين ان سبب المشكله مش هيكون حاجه كومبليكيتد كده، مش هيكون الاريثريتول، لا هيكون حاجه كل الناس بتعملها، مش هيكون حاجه على جنب معظم الناس اصلا ما تعرفهاش. طيب شفتوا الفيديو اللي انا كنت عاملاه عن البروكراستينيشن، التسويف؟ البروكراستينيشن او التسويف هو عاده ان انا اقول انا هبدا دايت من بكره، انا في يوم من الايام هعمل بيزنس. كان دكتور احمد خالد توفيق عنده مقوله يعني بهزار بيقول يوما ما ساصبح عظيما واغير العالم ولكن ليس اليوم. انا هعمل حاجه عظيمه، انا هعمل حاجه تحفه، بس مش النهارده، مش فاضي، مش قادر النهارده. طيب الحركه دي اسمها بروكراستينيشن، التسويف، وكلنا بنعملها بدرجات. معظم الناس بتعمل العاده دي، بس في ناس بتعملها طول الوقت في كل حاجه كل يوم، وفي ناس بتعملها على فترات وفي حاجات حاجات لا. طيب من الحاجات اللي سنيكي جدا، من الحاجات الخداعة جدا، من الطرق الصعبة جدا اللي ما يجيش في بالك قوي انك قاصد تعملها علشان تبروكراستينيت، علشان تأجل حاجة انت عارف انك مفروض تعملها، انك تقنع نفسك ان البديل مش صح. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عايز اقطع السكر، علشان انا عايز اقطع السكر هروح للبدايل، هاخد اريثريتول، هاخد ستيفيا. اقول لك ده اللي مش عارفه ايه بيجيب سرطان، ده الستيفيا ده اصلا بيجيب سرطان، ده المونك فروت ده اصلا بيقولوا عليه مش عارفه ايه بيجيب ايه، ده الاريثريتول بيجيب امراض قلب. دي طريقه سنيكي جدا على فكره، من غير الدراسه دي، في ناس اصلا بتعمل كده، في ناس اصلا من غير دراسات ولا حاجه تقول لك المحلات الصناعيه دي خطر على مش عارفه ايه، خطر اكتر من السكر، اللي اثبت لك بالدليل القاطع على كل الناس في كل البلاد في العالم انه بيجيب سكر. سكر هيجي من ايه يا جماعه؟ مرض السكر بيجي من ايه يا جماعه؟ لو انا قعدت اكل سكر طول النهار، انا كده بضمن ان اكيد سكر الدم بتاعي هيزيد، سكر التراكمي هيزيد، واكيد ده هيخليني عرضه اكتر ان يجيلي مرض السكر. من الطرق اللي احنا بنعملها علشان نبروكراستينيت، وعلشان ما نوصلش او ما نعملش اللي احنا عارفين ان احنا المفروض نعمله، ان نقنع نفسنا انها كده كده خربانه. يوه ده المحليات الصناعيه طلعت بتجيب مش عارفه ايه وبتجيب امراض ايه، طب والله انا واكل سكر. خلي بالك من الحركه دي، عشان في ناس بتعملها في كل جوانب الحياه عادي، وفي ناس بتعملها في الدايت في كل حاجه من غير الدراسه دي، ومش بس على المحليات الصناعيه، على اي حاجه. الحل لمشكله السمنه، والحل لمشكله الوزن الزايد، والحل للمشاكل اللي بقت دلوقتي تتشاف نورمال مع انها مش نورمال، مش في الاعتدال بس في البدائل. البدائل هي الحل مش الاعتدال. طالما اصلا حد جاله سكر او جات له مقاومه انسولين او جاله هما اي ار بتاعه عالي، عارف ان عنده مقاومه انسولين، جاله سكره التراكمي عالي، جاله كبد دهني، ده اصلا معناه انه معرفش يعتدل،
ده باي ديفينيشن يعني هو كان قاصد يجيله السكر؟ في حد بيقصد يجيله مقاومة انسولين؟ لا طبعا، انا كنت فاتح مثلا معلبة الشوكولاتة وناوي اخد واحدة بس ما عرفتش امسك نفسي. انا كنت ناوي اخد اجيب جانك فود، اجيب اكلات سريعة مرة في الشهر، بس لقيت نفسي حبيتها قوي فبقيت بطلبها كل يوم. باي ديفينيشن اصلا طالما حد وزنه زاد وجاله مقاومة انسولين هو ما عرفش يعتدل. فالحل مش في الاعتدال، الحل مش في الارادة، الحل في البدائل. الحل ان انا اعمل حاجه بديله. بحب المكرونه بالبشاميل اعمل لها بديل صحي، بحب البيتزا اعمل لها بديل صحي، بحب البراونيز اعمل لها بديل صحي. هو ده الحل لمشكله زياده الوزن ومقاومه الانسولين. خلي بالك ان ساعات التخويف من البدايل بيكون علشان انا ادي نفسي مبرر ان انا ما اخدش بدايل وارجع اعمل الحاجات اللي اثبتت لي بالدليل القاطع انها بتاذيني. خلي بالكم من الطريقه دي، الطريقه اللي سنيكي قوي للبروكراستينيشن، الطريقه اللي احنا بنعملها من غير ما ناخد بالنا ان احنا بنعملها. الاريثريتول والمونك فروت والستيفيا والاليلوز هي المحليات اللي انا بنصح بيها، وما عندناش دليل قاطع اطلاقا انها مؤذيه لاي حد. عندناش اكتر من الادله ان السكر مؤذي. This was دكتور وعد. Have a good day.